انا هنا معايا ميكس من بواقي الفراخ على بواقي اللحمه. طبعا البواقي اللي عندكم ممكن تستعملوها، هحط عليهم حبايه صغيره من البطاطس المسلوقه، حبايه صغيره من البصل المقطع. التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ عن ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وحبهان وتوابل او 7 بهارات الموجود عندنا، توابل فراخ او لحمه او 7 بهارات اي حاجه. معلقه واحده بس كبيره من الجبن الكريمي لو متوفره. هخلط بقى كل المكونات دي كويس جدا كده. الخليط بتاعي بقى كريمي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. في كيس خزين هحط الخليط بتاعي كله بالشكل ده كده. دلوقتي انا فتحت الكيس بتاعي فتحة صغيرة كده بالمقص، بكل سهولة كده بعمل صوابع من الكفتة بالشكل ده كده. دلوقتي الكفتة بتاعتي شكلتها، هحطها في الفريزر تتماسك مش اقل من نص ساعة لساعة الا ربع تقريبا. دلوقتي الكفتة بتاعتي اتجمدت قبل ما اطلعها من الفريزر. دلوقتي كده معايا بيضة عليها رشة من الفلفل الاسود، نص كوباية من الحليب، هخلطهم كويس جدا مع بعض. هحط على خليط الحليب والبيض معلقة واحدة بس من الدقيق ورشة كده من الملح. دلوقتي كده الخليط بتاعي بقى جاهز، هسيبه على جنب. هنا بقى دلوقتي عندي فتات الخبز كده او بقسماط او المتوفر عندنا، معلقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، مش هحط اكتر من كده. اللي حابب يحط اي توابل تانية يحط، مفيش اي مشكلة خالص، بس انا مش عايزة اكتر طعم التوابل. دلوقتي بقى الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة اهي بكل سهولة، هنزلها في خليط البيض والدقيق وهاخدها من خليط البيض والدقيق على خليط البقسماط او الفتات الخبز اللي عندنا بالشكل ده كده. هغلفهم كويس جدا بقى كده بايديا وادوس عليهم، وهرجع احطهم في البيض والحليب كمان مرة. انا عايزة طبقة التغليف تكون اكتر من كده، فهرجعهم تاني في الخليط وارجع احطهم تاني في البقسماط. هرجع اخد الكفتة بتاعتي من هنا كده لهنا بالشكل ده كده، واغلفها بقى كويس جدا وادوس عليها كده بايديا، وكده بقت جاهزة معايا. بس الحتة دي كده هدوس عليها بالشكل ده كده. هرجع اعمل كل الطبقات اللي معايا مرتين، او كل الكفتة اللي معايا على مرتين. هخلي الكفر بتاعها عبارة عن طبقتين مش طبقة واحدة بس، وهكمل كل باقي الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. هعمل الكفر بتاع الكفتة بتاعتي على مرتين بالشكل ده كده. دلوقتي غلفت كل كمية الكفتة اللي معايا، هنروح بقى على النار في زيت غزير. مهم جدا الزيت يكون سخن جدا 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 بالشكل ده كده، وهننزل الكفتة بتاعتنا واحدة واحدة عشان ما بردش الزيت، ما قللش درجة الحرارة بتاعته بالشكل ده كده. كده الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. هنطلعها على ورق مخبط بالشكل ده كده، شايفين بقى اللون قد ايه جميل، وكمان حلوة جدا وريحتها قلبة الدنيا. وبكده الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة معانا كده، الكمية بتاعتنا خلصت. وبكده الكفتة بتاعتنا الجميلة دي بقت جاهزة معانا. سامعين بقى، سامعين الخرفشة؟ بجد حلوة جدا، مقرمشة من بره وطرية وحلوة جدا جدا من جوه. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه ياريت يسيب لي رأيه في كومنت.
تنسوش تعملوا لايك. سلام.